خلينا نفهم تفاصيل أكثر عن كل هذه الجهود من خلال انضمام الأستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ عصام، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور على حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم بألف خير، وكل الشعب المصري والأمة الإسلامية بألف خير. يعني الحياة أيام مباركة وربنا يعودها على الجميع بألف خير يا رب. يا رب. لو حضرتك تقول لنا مشكورا طبيعة هذه الجهود اللي بتقوموا بيها من أجل مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، خصوصا طبعا فيما يتعلق بالجهود الخاصة بعيد الأضحى المبارك، ولكن أيضا على مدار باقي السنة. احنا بنتكلم دلوقتي على 3000 كرتونة مثلا على سبيل المثال في هذا الخبر بيذكرها، ودي مش هتبقى فقط في خلال الشهر ده ولا كام شهر الجايين، لا مستمرة لحد نهاية هذا العام، مش كده أستاذ عصام؟ بالظبط. خليني أبدأ مع حضرتك إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيشتغل بمسارين دائمين. أولا مسار تلبية الاحتياجات بشكل عام، سواء احتياجات غذائية أو تقديم خدمات طبية أو تمكين اقتصادي، وده التزام أخلاقي التحالف بيشتغل عليه على مدار الساعة وبشكل دائم ومستدام بدون انقطاع حتى مع اي ظرف يستجد. المسار الثاني الحقيقه هو العمل على تلبيه الاحتياجات الموسميه. يعني على سبيل المثال في شهر رمضان التحالف كان بيشتغل على توزيع الكراتين بشكل مكثف، وكان بيطلق من سنه للثانيه مبادرات رائعه وهائله لم يشهدها المجتمع المصري لدعم وتلبية احتياجات كل الأسر غير القادرة على مستوى الجمهورية من المواد الغذائية. مع قدوم عيد الأضحى المبارك وارتباط عيد الأضحى في الأذهان بلحوم الأضاحي، وكمان فكرة أنه مش كل المضحين عندهم فرصة أنهم يضحوا، مش كل المضحين قدامهم مستفيدين، قد يكون المضحي بيقطن منطقة ما فيهاش مستفيدين بشكل كتير، أو هو وكل جيرانه بيدوا نفس الأشخاص. التحالف ومن خلال العديد من مؤسساته بدأ وبعد استشارة دار الإفتاء المصرية بدأ يطلق مبادرة فك الأضحية من خلالها ينوب عن المضحي في تلقي تبرع المضحي بأضحيته واختيار الأضحية بحسب الشروط الشرعية وذبحها وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية في القرى المتباعدة وبخاصة القرى الأشد احتياج وقرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة والمناطق الصحراوية وسكان الوديات. من هنا الحقيقة بدون إطالة مع حلول عيد الأضحى المبارك كتائب عمل منتشرة في مؤسسات التحالف بتشتغل توصيل لحوم الأضاحي إلى مستحقيها عشان الكل يستقبل الشهر، وعشان عوائل الأسر الأولى بالرعاية تطمئن إن أسرها كمان بيوصلها لحوم الأضاحي بالتوازي مع ده. كراتين المواد الغذائية الحقيقة سفرة الأسرة المصرية لا تخلو بجانب اللحوم من الاحتياجات للمواد الغذائية الضرورية. من هنا بدأت بعض مؤسسات التحالف بجانب اللحوم توزع كراتين، وزي الحقيقة الشغل المفهوم ده بتنفذه مؤسسات صناع الخير اللي بشرف ان مدير المركز الاعلامي عضو التحالف. فصناع الخير بتضيف كراتين مواد غذائيه للحوم الاضاحي عشان الاسره مع استقبال العيد تبقى احتياجاتها الغذائيه كامله مؤمنه. طيب استاذ عصام، هاخد حضرتك شويه من مبادره 3000 كرتونه لمشروع توصيل مياه الشرب النقيه ل 3000 اسره في اسيوط، ممكن تكلمنا شويه عنه؟ الحقيقه جهد توفير الخدمات الرئيسيه زي توصيل مياه الشرب جهد التحالف كمان بيقوم به بشكل متواصل. من المهم ان كل اسره مصريه حقها علينا كمجتمع انها تنعم ويبقى ليها حظ في ميه شرب نقيه من خلال الجمعيات القاعديه وقيادات الراي داخل القرى الاشد احتياج. بنقدر نوصل للاسر المستحقه واللي ما عندهاش وصلات ميه بالتنسيق مع شركات الميه والساده المحافظين، بنقدر نوصل لاسعار متوسطه معقوله. بتبدا مؤسسات التحالف
في تقديم الخدمة. الهدف النهائي هو تمتع كل أسرة مصرية بحق الحصول على مياه شرب نقية كحق أصيل بعيدا عن المستوى الاقتصادي أو قدرتها على أنها توصل المية من عدمه اقتصادي. طيب كمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يا أستاذ عصام، يعني في عنده عدد أو بعض مؤسساته عندها المطابخ الخاصة بيها اللي بتعد الوجبات الساخنة. شفنا في العرض المعلوماتي مع حضرتك ومع السادة المشاهدين توفير 1200 وجبة ساخنة من خلال هذه المطابخ، بس ما عرفناش تفاصيل أكثر عن هذا الخبر، لو توضح لنا إذا سمحت. زي ما قلت لحضراتكم، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيشتغل بشكل متكامل وبيقدم خدمات متعددة الأشكال لتحقيق ذات الهدف. بمعنى أنه في هدف تحقيق وتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، التحالف بيشتغل على توزيع كراتين المواد الغذائية من ناحية، وبيشتغل كمان على تقديم الوجبات الساخنة. في بعض الأحيان قد يصعب على بعض سكان الأماكن الحصول، يعني الاستفادة المباشرة من المواد الغذائية من هنا. التحالف في سبيل تقديم خدماته المتكاملة بيقدم كمان من خلال المطابخ المنتشرة في بعض الأماكن وجبات سخنة تحتوي الوجبة الواحدة على تنوع غذائي مدروس ومدروس بعناية ومطهي طهي جيد، عشان من ناحية الوجبة تكون تمثل قيمة غذائية جيدة للمستفيد وتكون مشبعة، ومن ناحية تانية كمان تبقى تمثل يعني تلبي احتياج بالنسبة للمستفيد. الحقيقة جهود كبيرة جدا من التحالف الوطني يا أستاذ عصام، نشكركم عليه، وأكيد واصل للناس ومؤثر في الناس بشكل إيجابي بشكل كبير جدا. بشكر حضرتك أستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.